من بغداد ينضم إلينا الخبير القانوني فيصل ريكان. أهلا بك سيد فيصل. يعني يوم غد الجلسة الثانية للنظر بالطعون المقدمة ضد دستوريات جلسة البرلمان الأولى، هل تتوقع إصدار القرار أم ربما تمديد لجلسات لاحقة؟ طبعا الجلسة يوم غد هي الثانية للنظر بالطعون المقدمة من قبل النائبين باسم خشان ومحمود المشهداني. الحقيقة ليس بعدم دستورية الجلسة، الجلسة عقدت بموجب مادة دستورية، عقدت الجلسة بموجب المادة 54 من الدستور، وحتى المحكمة الاتحادية لا تستطيع أن تقفز أو تلغي التوقيتات الدستورية. هذه ملاحظة مهمة يجب أن يفهمها الجميع، وبالتأكيد المحكمة الاتحادية سوف تراعيها، لأن المحكمة الاتحادية ليس لها سلطان على الدستور ومواده، ولأن الدستور لا يغير أو لا يمكن أن يتجاهل أحد أي مادة من المواد إلا باستفتاء من الشعب، أو تلغى أي مادة أو حتى التوقيتات الدستورية الواردة بالدستور. لذلك المحكمة الاتحادية سوف تنظر بالمخرجات، مخرجات الجلسة الأولى. الجلسة الأولى عقدت يوم 9/1 بموجب مادة دستورية، لأن المدة التي يجب أن تعقد فيها هي 15 يوما من تاريخ انعقاد، من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات. لذلك المحكمة الاتحادية إن نظرت يوم غد وأصدرت قرارها فبالتأكيد ستستمر العملية بالشكل الطبيعي، وإن لم تصدر قرارها ومددتها إلى مدة أخرى أعتقد أنها سوف تكون قبل الجلسة الثانية لمجلس النواب، لأنها لا تريد أن تخالف التوقيتات الدستورية الواردة بالمواد 54 و55 و70. طيب هذه التوقيتات الدستورية رئيس مجلس هل تتأثر في حال تأجيل إصدار القرار أم أنها مجمدة كما جمد عمل هيئة رئاسة البرلمان؟ نعم، أنا قلت لحضرتك أنه المحكمة الاتحادية تنظر بمخرجات الجلسة، يعني انتخاب الرئيس ونائبه، قد تصدر قرار يوم غد بموضوع الرئيس مجلس النواب ونائبيه، لكنها لن تغير من التوقيتات. يعني انتخاب رئيس الجمهورية الوارد بالمادة 55 والمادة 70 والمادة 72، تحدث الدستور عن انتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، والتوقيت مستمر ماشي. أعتقد الجلسة الثانية يعني مجلس المحكمة الاتحادية سوف تصدر قرارها قبل الجلسة الثانية، سواء كان يوم غد أو تأجلت إلى مدد أخرى، وهذا بالتأكيد حتى تراعي بالتوقيتات الدستورية، لأنه هنالك توقيت دستوري لانتخاب رئيس الجمهورية، وهنالك توقيت دستوري أيضا بالمادة 76 لانتخاب رئيس ترشيح الكتلة الأكثر عددا لرئيس مجلس الوزراء، ثم تقديم كابينة الوزارية خلال 15 يوما يرشح، وبالتالي 30 يوم لازم يقدم وفق المادة 76 يقدم كابينة الوزارية لمجلس النواب من أجل حصول الثقة عليها. طيب يعني أخيرا وبخصوص معضلة الكتلة الأكبر، هل تتوقع اللجوء مرة أخرى للمحكمة الاتحادية لاستحصال تفسير جديد؟ هل تسمعني سيد فيصل؟ عفوا إذا أمكن الصوت شوية، أعيد السؤال إذا أمكن. هل تسمعني الآن بوضوح؟ الآن نعم واضح الآن واضح. طيب بخصوص معضلة الكتلة الأكبر سيد فيصل، هل تتوقع اللجوء مرة أخرى للمحكمة الاتحادية لاستحصال تفسير جديد أو التظالم عندها من بعض الأطراف، أم أنها أمر محسوم ولا يستدعي ذلك؟ الحقيقة هي الكتلة الأكثر عددا مر بها الدستور العراقي بالمادة 76، لكن تفسير المحكمة الاتحادية، آخر تفسير كان سنة 2018، تفسير المحكمة الاتحادية كان بالنص أنه الكتلة التي تتكون في الجلسة الأولى لمجلس النواب. بعدين بالمادة 45 أيضا من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 ورد قيد على هذا التفسير، قيد غير مباشر. المادة 45 نصت على أن لا يجوز انتقال النواب من قائمة إلى أخرى ومن كتلة إلى أخرى إلا بعد تشكيل
الحكومة، وهذا بالتالي يعني جعل من القائمة أو الفائزة بالانتخابات والتي تدخل إلى مجلس النواب هي الكتلة الأكثر عددا، لكن بالتأكيد داخل مجلس النواب سوف يكون هنالك خلاف على هذا الموضوع، وبالتالي قد يرجع مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادية لإعطاء الرأي الأخير بها. إذن الخبير القانوني فيصل راكان كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا.